بيكو فيديو النهاردة هنتكلم عن جامعة العالمين الدولية AIU، وهنتكلم عن المصاريف، وهنتكلم عن مؤشرات الحد الأدنى للتنسيق، ومعلومات كتير عن جامعة العالمين الدولية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوكم لفيديوهاتنا الجديدة، وهتلاقوا فيديوهات كتير في القناة عن الجامعات الخاصة والأهلية والتنسيق. أول حاجة هنتكلم فيها عن الكليات اللي موجودة في جامعة العالمين. موجود فيها 9 كليات: طب الأسنان والصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، والعلوم الصحية العامة، وكلية فنون وتصميم، وكلية علوم أساسية متقدمة، وإدارة أعمال. بالنسبة لمصاريف جامعة العالمين الدولية 2024-2025، أول حاجة حددت جامعة العالمين الدولية المصاريف الجديدة للعام الدراسي الجديد. هنبدأ بكلية طب الأسنان 59,000 جنيه في الترم الواحد، كلية الصيدلة 52,000 جنيه في الترم، مصاريف كلية علاج طبيعي 47,000 جنيه في الترم، كلية الهندسة 38,000 جنيه في الترم، كلية علوم وهندسة الحاسبات 38,000 جنيه في الترم، كلية علوم الصحة العامة 31,000 جنيه في الترم، كلية فنون وتصميم 28,500 جنيه في الترم، كلية علوم أساسية متقدمة 28,500 جنيه في الترم، كلية إدارة الأعمال 27,000 جنيه في الترم. طيب بالنسبة لجامعة العالمين موجودة فين؟ موجودة في مدينة العالمين الجديدة في محافظة مطروح شمال مصر. هي تعتبر جامعة أهلية من ضمن الجامعات الأهلية الموجودة. التقديم في جامعة العالمين الدولية عن طريق الموقع الرسمي ليها، بمجرد ان انت بتكتب على جوجل جامعة العالمين الدولية AIU بيظهر لك الموقع الرسمي الخاص بيها، بيبقى اول اختيار. بالنسبة لتنسيق جامعة العالمين الاهلية موجود في 2024-2025، التنسيق طبقا للعام الماضي ممكن يكون مرتفع لان نسب النجاح مرتفع عن العام الماضي. بالنسبة لنسبة النجاح في جامعة العالمين، اول حاجة برنامج الطب السنة اللي فاتت كان واخد من 80%، طب الاسنان كان واخد من 78%، العلاج الطبيعي 76%، الصيدلة 72%، الطب البيطري 68%، وبرنامج الحاسبات والمعلومات 62%، وبرنامج الهندسة 68%. ديت بعض الدرجات او التنسيق الخاص بالعام الماضي. زي ما قلنا التنسيق ممكن العام ده يرتفع نتيجة ارتفاع نسب النجاح. لسه طبعا منزلش التنسيق بشكل رسمي، وممكن تتابعوه عن طريق الصفحة الخاصة بالجامعة، جامعة العالمين الدولية AIU. بس كده، دي كل المعلومات الخاصة بالجامعة. هتتابعوا القناة هتلاقوا عليها فيديوهات مهمة الفترة الجاية، وفي فيديوهات قبل دي على طول مهمة برضو، شوفوها. ما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.